كيلو رز مصري مسلوق، اوكي، او متفلفل، يعني فلفليه او اسلقيه زي ما تحبي، المهم ان هو متسوي تماما. واللحمه هناخد نص كيلو من اللحمه المفرومه، بصله مفرومه، فلفل الوان اذا عندي، كيس بسله بالجزر، 7 بهارات، رشه جوزه الطيب وملح وفلفل اسود، البشاميل، كوبايتين من الحليب، نص كوبايه كريمه، طبعا كريمه الطهي بنشيلها من البشاميل اذا مش حابين نحط فيه او عايزين يبقى الموضوع اقل شويه في التكاليف، 2 معلقه كبيره من الدقيق، زبده، مرقه، جوزه الطيب، ملح وفلفل اسود. للوجه ممكن نحط جبنه اي نوع بنحبه، وممكن نسيبه من غير جبنه خالص. انا بديكوا الوصفه، البشاميل بالكريمه، الخضار بالفلفل الملون، بسله بالجزر، بكل الاوبشنز، علشان تبقوا اذا عندكم ده، اديني بفكركم ان انتوا تعملوه كده، ما عندكوش ده شيلوا من الوصفه اللي انتوا عايزينه. فالفلفل الالوان مش مهم، البسله بالجزر على فكره مش مهمه، ممكن تبقى بسله بس، ممكن يبقى جزر بس، ممكن اضيف قطع صغيره من الكوسه عندي في البشاميل، ممكن اشيل الكريمه، ممكن اشيل المرقه، ممكن اشيل الزبده، ممكن اشيل الجبنه. شايفين كم الحاجات اللي انا ممكن اشيلها؟ عادي جدا، لان ليه ممكن اشيل الزبده؟ انا ممكن اعمل البشاميل من غير زبده خالص، فيبقى على البارد، الدقيق، اللبن، الكريمه، الملح، الفلفل، جوزه الطيب، البشاميل اتعمل من غير زبده، فبقى شلت حاجه مهمه وغاليه من الوصفه، مفيش اي مشكله. تعالوا نبتدي الاول بتعصيج اللحمه. طبعا الكلام ده لو عندك لحمه متعصجه هيبقى تمام جدا، لان احنا مش هنعمل حاجه زياده، احنا هنعصج لحمه عادي زي ما احنا متعودين. بحب احط لها حته زبده وهي بتتعصر كده. ادي البصلة، طبعا نقدر نحط البصلة الاول، نقدر نحط اللحمة الاول، نقدر نحط الاتنين مع بعض. في الحالة دي ممكن نحط الاتنين مع بعض كده ويستووا مع بعض على طول. فلفل اسود، الملح، تعالوا في الحلة كمان اللي جنبنا نعمل البشاميل على ما اللحمة تغير لونها، واضف لها كل الإضافات بعد كده. لحمة كده كده هي غيرت لونها خلاص قبل ما نبتدي في البشاميل، ودي حاجة لذيذة. نحط لها بقى الخضار، عارفين لما بقول لكم بجد انه لازم نقعد نطلع من الفريزر، ولما ما نرميش حاجه، وان كل حاجه بتنفع، والبواقي الصغيره محدش يبص لحبه اي حاجه صغيره ويقول مش هينفعوا، هعمل بيهم ايه؟ لازم تاخدوا بالكم من البواقي بتاعتكم. اللحمه لما بيبقى فيها شويه خضار كده ممكن احط لها في المرحله الاخيره دي شويه ميه صغيرين، حبه بس كده عشان ايه، تسوي البسله ولا حاجه، حبه قد فنجان ميه، ماشي، ونسيبها كده على جنب. ونعمل البشاميل زي ما اتفقنا، البشاميل ليكوا ان انتوا تختاروا، عايزين تعملوه على الطريقه الاصليه للبشاميل، وهي دي الطريقه الاصح والاصليه، هو تحمير الدقيق مع الزبده، والاتنين قد بعض، حطيتي زبده، حطيتي سمنه، حتى الاتنين قد بعض، الماده الدهنيه
زي قد الدقيق بالظبط، اوكي، ونحمرهم مع بعض. مش عايزه تعملي كده، وده ما فيهوش اي مشكله، وانا بحب اللي على البارد جدا، على البارد كله اللبن على الدقيق. اللبن قد ايه؟ حطيتي كوبايه لبن هتحطي معلقه دقيق، اوكي، اللبن على الدقيق على الكريمه، ما عندكيش كريمه شيلي الكريمه خلاص، حطي لبن كامل الدسم. يبقى اللبن والدقيق مع بعض، وقلبي كويس قوي، وحطي مرقه وحطيهم على النار يربطوا، وقومي حاطه بقى جوزة الطيب، ملح وفلفل، وكده بقى عندك احلى بشاميل. خلي المرقه كده جنبي، وناخد الزبده ونروح. انا من هواة اني اعمل بشاميل خفيف، حتى لو ال انا يعني البشاميل المفروض ان هو يبقى بتقل معين كده، انا عارفه ان هو بعد شويه البشاميل ده هتلاقوه كله بيتقل. ننزل بقى بالايه، باللبن البارد، ونقلب قلب 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 كده على طول. طبقه البشاميل مع الرز اللي بالبشاميل ما بتبقاش بقى طبقه كبيره، مش زي المكرونه. تعالوا بقى نخف بشوربه، بصوا بيتقل ازاي. هتحطي اللبن بارد، اوعي تحطي اللبن سخن. دي مرقه متدوبه، عندك شوربه اهلا وسهلا، ما عندكيش حطي مرقه دوبيها واعملي كده. طول ما انت بقى بتقلبي وايدك كده هو بيتقل معاكي. وطبعا تحمير الدقيق في الاول هو اللي بيدي طعم البشاميل اللي احنا بنقلب في البشاميل. زودت بس شويه اللبن اللي كانوا جنبي كده، يبقى خلاص كده المرق حطيناها، حطينا اللبن. زي ما احنا شايفين البشاميل رابط والقوام بتاعه بالنسبه لي ممتاز، بس احنا اتفقنا ان احنا في احتماليه كبيره ان احنا نحط كريمه، اوكي. فانا لو عندي كريمه الطهي بحط في الاخر كده كريمه الطهي شويه، يدوا طعم لذيذ وقوام كريمي كمان، وخلاص اهو. حبه صغيرين جدا، ده اذا متاح، مش متاح مفيش اي مشكله. بعرف منين ان البشاميل بتاعي مظبوط؟ ان انا احط المعلقه كده واقوم رايحه عامله كده. بصوا هتلاقوا الجنبين بتوع المعلقه، الجنبين بتوع المعلقه اهم ثابتين زي ما هم وما دخلوش في بعض، فكده تمام. ده اختبار البشاميل. بشاميل بتاعي الى حد ما زي ما بقول لكم دايما كريمي مش تقيل قوي، فكده قوامه زي الفل. عارفين لو سبتوه بس 5 دقايق يهدى هيديكوا تقل وكل حاجه، ويعني ما بحبش البشاميل التقيل ده. بعد كده هنجيب الرز. الرز طبعا احنا خلاص تمام مطمنين ان هو مستوي، فالرز مستوي عادي خالص. يستحسن بس ان احنا يبقى لو احنا بنعمل الرز من الاول عشان نعمل طبق المكرونه الرز بالبشاميل يكون ملحه قليل. رشه جوزة الطيب اختياريه بس لذيذه قوي قوي، وخصوصا على البشاميل بتاع الرز. وفي الاخر خالص كده عشان ريحه جوزة الطيب تفضل زي ما هي. لا ده احنا ما عملناش حاجه مهمه كمان، ما حطيناش ملح وفلفل. ادي الملح وادي الفلفل، استنيتكم علشان اتبله معاكم وحطيت الكريمه فقط. ملح فلفل وشويه من جوزة الطيب، يلا بينا. نجيب بقى حاجه ونغرف الرز كده. ونجيب مغرفة للبشاميل. هاخد كده شوية بشاميل من هنا، عاملة كده، واقوم حاطة الرز. يستحسن برضو ان الطبقات بتاعتي ما تبقاش طبقات سميكة قوي. كده
اللحمة المفرومة على الرز، حطينا هنا على الرز الخليط بتاع اللحمة المفرومة بالخضار على رشة من البشاميل، ودي بالنسبة لي مهمة جدا، خلينا نحطها كده عشان بتدي طعم خطير للحشوة. هنزل بالرز، نحط بقى ايه طبقة الرز كده، وزي ما بقول لكم ما تبقاش طبقة الرز كبيرة، اعملي الاول لو اول مرة تجربيه جربي الاول في شوية رز صغيرين وطاجن صغير، عشان لا للهدر لا لهدر الطعام، ناخد بالنا على كل رزاية في البيت، ناخد بالنا على الخضرة اللي بنشتريها، على الخضار اللي بنشتريه، على كل الحاجات البسيطة اللي بتدخل البيت انها تقعد معانا اطول فترة ممكنة، ونستفاد بكل حاجة دخلت البيت. لو حطينا في بالنا ان احنا عايزين نستفاد بكل عود جرجير وعود بقدونس دخل البيت، صدقوني الموضوع هيبقى مختلف جدا. نحط بقى طبقة البشاميل، شايفين كل ما قعد كل ما تقل ازاي، بس برضو لسه كريمي. رشة الجبنة، نعم حاضر، يلا اللي مش عايز يحط جبنة، مش عايز يشتري جبنة، ما عندوش جبنة مش مهمة خالص، نحطه من غير ولا حاجة، هياخد اللون، هياخد لون البشاميل العادي، مفيش أي مشكلة كده، تمام جدا. ندخله بقى الفرن، يلا بينا. الفرن مفتوح من فوق ومن تحت، ما عنديش من فوق ومن تحت اعمل ايه؟ يبقى هشغل من تحت الاول وخمس دقايق بالظبط هدخل على فرن سخن لمدة خمس دقايق، وهو شغال من تحت فقط، بعد الخمس دقايق هقوم قافلة من تحت ومشغلة من فوق، كل حاجة مستوية، كل حاجة تمام، بس انا لازم الطبقات بتاعتي تدخل في بعض، فلو دخلت على شواية على طول بس هياخد وش من فوق كده يبقى شكله حلو، لكن الطعم ما دخلش من بعضه، البشاميل ما راحش عند اللحمه، ما راحش عند الرز، والرز ما شربش من البشاميل، كده الميكس ده، الميكس ده بيتاخد بقى من الحراره اللي من تحت تبتدي تبقبق كده، وبعد كده اقوم فاتحه من فوق، عندي تحت وفوق مع بعض، يبقى بفتح من تحت وفوق مع بعض وخلاص على كده تمام. هحط كل الحاجات دي في طاجن تاني، يعني هعمل طاجن تاني صغنطوط بس عادي خالص، هعمل طاجن تاني من الحاجات اللي عندي علشان ابقى عملت زي ما بقول لكم كده، ما نهدرش، ليه بقى نعمل بيه حاجه. اللون حلو قوي بس محتاج ان هو ايه يتقلب كده عشان ياخد اللون من كل حته. ده كفايه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللون خطير، حلوة قوي قوي قوي، وريحته تحفة. ده بقى بواقي الطاجن زي ما قلت لكم، حطيتهم في طاجن صغنطوط علشان بس، ده بقى كان كمية اللحمة فيه بالخضار مع البشاميل هتدي طعم حلو قوي.